كي ضربت الزلزله راني رحت شكيت له للدايره للمير شكيت منها، هذا يقول لي هيك هذا يقول لي هيك، والله ما خرجوا ما شافونا، والله ما خرج واحد شافنا ديفا ضربت الزلزله، رحت مرتين ثلاثه 10 وما جاوا شافونا ما والو. ها تو تشوف ها وديار بزاف 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 بزاف، هادو قريب دي هادو دي بكري بالكلمه بالكلمه حلولين رايح. نعانيو حتى لدرك نخرجوا من الدار في الغرقه، عندنا طريق ما عندناش طريق 2 كيلومتر 400 مسجله، ودرنا اجتماع مع السيد رئيس الدائره اللي وعدنا وسجلها في اطار برنامج السيد رئيس الجمهوريه بما يسمى مناطق الظل، لحد الساعه لا حياه لمن تنادي. هذه نقطه. النقطه الثانيه شبكه المياه الشاروب اللي عندها حوالي درك عام من اللي تم انجازها للبياش دي تحت الارض وراح يرشا درك مازال ما شربناش. انت كيفاه يا عجبه يا ربي تجيب ان بروجي كيما هذا تخدمه وتخلص وتروح وانت ما عندكش لا سورس من وين راح تجيب لنا الماء؟ سي با نورمال. الحاجه الثالثه مستوصف، مستوصف ما نقولوش عياده، مستوصف وين الناس الكبار والناس المراض يضربوا البراوات ما كانش. الحاجه الرابعه الكهرباء الريفيه، كهرباء الريفيه يا عجبه يا الله سنه 2020 2020 منطقه تبعد دائما، وذكرت البلديه مركز بخمسة كيلومتر ما عندهاش الكهرباء الريفيه. رانا نعاني مشاكل يعني الى حد الان ما زالها، وش سيتيرنا عداس نطالبوا في الماء والحق مشاو للتيوات والجماعات وصلوا لنا للديار، والى حد الان الماء ما زال امور ما زالت كما يقول ترحرح في مكانها. الى حد الان حنا متمنيين ان شاء الله قبل لا نلاقيو المولى عز وجل ان شاء الله نشوفوا الماء في الديار نشربوا كأيه الناس، يعني ما ناش طالبين المحال، لانه هذا سد بني هارون راهو اغلب راهو ركب على الملك نتاع الناس هادو اللي راهم اقرب للمنطقه هذه. والى حد الان رانا مازلنا الماء ها هو الماء تحتنا، والغاز معدي على 100 متر على راس المشتى، والى حد الان ومازلنا نعاني صراحه. مره عندي 50 بقره تاع حليب خدامها هنا في ثلاثه خدام دمو، هادو ولادي في ربعه وانا خمسه، الطريق هذه خسرت عليها الدم فادي باه وصلتها لهنا. مشكل في الطريق، المشكل في الكبير التريسيتي والماء. ما عندكش؟ ما عنديش. الغاز ها هو وين؟ الماء هما اللي نضرك تشوفوا. رحت نهضر قال لي ما نخدمكش انا لانسيسمنت للكراج، قال لي انت خاطي ما نخدملكش. رحت للمير ورحت لرئيس الدائره قال لي ما نخدملكش انت، قال لي روح خدم لروحك. ما نخدمش انا قال لي الكراجات، نخدم للعباد. يعني الشيء اللي ما مستعجلين فيه رانا خدمناه وكان فاسد 100% غير صالح. درك الشيء اللي تبقى بالنسبه للطرقات، علاه ما خدمناش ما اقترحناش طرقات؟ كاين هنا عوامل تحت الارض، اذن كاين الماء شبكه تاع المياه، كاين شبكه تاع التطهير اللي راهي اونجيزت وكانت شبكه تاع الغاز الطبيعي. اذن حنا ما نقدروش نخدموا الطريق ومن بعد نجيبوا الغاز نجسدوه في ارض الواقع او شبكه المياه او شبكه التطهير، يعني نخدموا تحت الارض ثم نخرجوا فوق الارض. بالنسبه لشبكه التطهير اونجيزت 100%، تبقى ملحق رانا نخدم من الجماعه اللي كانوا محرومين، وان شاء الله ما نحرموا حتى واحد. يعني الماء راهو في الوقت الحالي راهو غير كافي، اذا باسكو كاين 3 لتر سكوند ولا 4 ولا 5 لتر سكوند، احنا عندنا عدة مشاتل فوق، عندنا براك، عندك عين الخميس، عندك القليعة، عندك الخنقة، عندك الرواغي، دونك يعني الماء حاليا ما يكفيش جميع المشاتل، ها رانا نمشيو تدريجيا مع الهيدروليك، هذه بالنسبة للماء الشاروب، يعني إن شاء الله في أقرب وقت، يعني مش التربة، راح تكون من بين الأولويات. وهذا باذن الله يعني في اقرب وقت راح ينطلق الغاز، يعني شوارتهم راهم موجودين ويمدوا لهم لودياس برك في صالة الغاز، هذا بالنسبه للغاز الطبيعي. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناه الخبر على اليوتيوب.
ولا تنسوا تفعيل الجرس.